تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه يقول لنا اخر الاجواء هناك ايه. اتفضل يا كريم. مرحب بيك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك طبعا ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم وجمهور النادي الاهلي. تحدي جديد والحقيقه الكل النهارده في ترقب في مباراه اليوم من استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر سيراميكا كليوباترا ولا النادي الاهلي. في تحدي جديد الحقيقه لفريق النادي الاهلي في ظل الضغط الرهيب وفي ظل الاصابات. الحقيقه بنفقد عدد كبير جدا من اللعيبه كابتن ايمن، وده بيعود من ضغط المباراه والتلاحم الكبير جدا. بنقول ربنا يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني. ده يمكن طبيعي وامر طبيعي وامر سهل جدا، لان احنا بنشوف كل 48 ساعه ماتش ريكفري 24 ساعه ثم ماتش بدوافع وبجهد كبير جدا. بسبب الضغط الكبير ده بنفقد النهارده اكثر من لاعب على رسوم عمرو السولية. الحقيقه طبعا واحد من القامات القائد كابتن فريق النادي الاهلي، بينضم له ايضا كمان ديانج واحمد عبد القادر مستمر. يمكن السوليه شد فيه العضله الخلفيه، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله المجهود الكبير جدا اللي بيقوم به الجهاز الطبي بقياده احمد ابو عبله يكون موفق فيه مع ديانج ومع ايضا كمان عبد القادر ومع السوليه اللاحق بالمباراه الهامه والمنتظره والمرتقبه الحقيقه في بطوله دوري ابطال افريقيا. هي مباراته فاق ستيف ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي، واستمرار الغياب طبعا لرامي ربيعه ووليد سليمان وبدر بنون واكرم توفيق وعمار حمدي ومحمود متولي للرؤيه الفنيه. اجواء طيبه جدا واستعداد يمكن كانت مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي. انتهت بمحاضره فنيه في فندق الاقامه. الحقيقه اكد بيت موسيماني على اكثر من نقطه طبعا على اهميه المباراه. دخولنا في المباراه ثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا، لان هيكون ليهم جزء كبير جدا معنوي مع طبعا تحقيق ثلاث نقاط في بطوله الدوري، لكن الجزء المعنوي مهم جدا لان احنا عندنا مباراه مهمه جدا يا كابتن ايمن لدى كل الجماهير. وبنامل كمان ونتمنى ان المباراه الافريقيه ما تاخدش اي حيز من تفكير لاعبي النادي الاهلي ولا الجهاز الفني فقط. 90 دقيقه النهارده ندخلها بشخصيه اللاعبين كالعاده وروح الفانيله الحمراء، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي. على الجانب الاخر فريق سيراميكا كليوباترا طبعا بقياده الكابتن هيثم شعبان واحد من المديرين الفني المميزين، بيلعبوا كوره كويسه جدا، عندهم سرعات خطوطهم متقاربه جدا، فمتطلب الحقيقه المجهود الاكبر من لاعبي النادي الاهلي. اهدار الفرص والامور دي ناكد عليها النهارده ان شاء الله، نستغل انصاف الفرص قدرنا ان احنا نكسب 4-0 قبل كده فريق سيراميكا كليوباترا. ان شاء الله النهارده تكون بروفا جيده لفريق النادي الاهلي يستطيع من خلالها الحصول على ثلاث نقاط. طاقم التحكيم النهارده اللي زي ما بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه، بنتمنى ايضا كمان التوفيق لطاقم التحكيم يكونوا مركزين جدا. 90 دقيقة محتاجة كل ثانية يكون فيها تركيز، على رأسها طبعا كابتن نادر أمر الدولة أحمد حسام سامي هلهل ومحمد يوسف فياض وحكم الفار كابتن محمود الدسوقي ومحمود أبو الرجال. يمكن على ذكر الكابتن نادر أمر الدولة، الحقيقة يمكن كابتن نادر أمر الدولة يعني حكم مباراة وحيدة للنادي الأهلي من الجولة الثالثة في كأس رابطة الأندية وإحنا في الجولة ال 17، لكن إن شاء الله بإذن الله يعني بنتمنى الاختيارات تكون موفقة لطاقم التحكيم اللي بيدير مباراة اليوم، ويا رب إن شاء الله كابتن أيمن كالعادة يكون النادي الأهلي بتركيزه وشخصيته وروحه وذكاء لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله نقدر نحسب هذه المباراه ومنها لكل حدث حديث في البطوله الافريقيه. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، والاجواء ان شاء الله مطمئنه.